يا شباب، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده للمحاضرة الثامنة الجريدي، برضو تكملة الجريدي، بيتكلم على الـ Problem الـ Optimal Merge Pattern. هي المحاضرة الثامنة كانت حاجتين، الـ Optimal Merge Pattern والألجوريزم التاني مشهور جدا خدناه قبل كده اسمه الـ Hoffman Coding. عموما الاتنين واحد تقريبا، يعني الـ Hoffman Coding ده أبلكيشن على الـ Optimal Merge Pattern، فأنت لو فاهم الـ Optimal Merge Pattern Hoffman بالنسبة لك تافه يعني. طيب البروبلم دي بتتكلم عن ايه؟ بيديني مجموعة من الفايلز كده، تمام، هي unsorted بالتالي بأي شكل عشوائي او sorted مش تفرق. الجول بتاعي ان انا امرج الفايلز دي مع بعض بحيث ان انا اقلل الكوست. طيب الكوست ده بيطلع منين؟ لو ولنفرض مثلا عملت ميرج ما بين الرقمين دول 5 و7، فالكوست اللي انا استخدمته هيبقى 5 زائد 7 اللي هو 12. كل ما بعمل ميرج الاتنين فايل الكوست بتاعي بيزيد بمجموع الفايلين دول، تمام. انت ممكن تريبريزنت الارقام دي على اساس مثلا ايه، الفايل الاولاني ده مثلا مساحته 5 جيجا، ممكن تقول ان الفايل الاولاني مثلا ده بياخد وقت 5 اورز مثلا، ممكن تريبريزنت على كذا حاجه يعني. المهم انها سورتد، سوري، ان سورتد اري كده، وانت عايز تميرج الارقام دي بحيث تقلل الكوست اللي في الاخر. طبعا انت لما بتمرج رقمين وانت اختزلتهم كده او اختصرتهم لرقم واحد، تمام، بدل ما كان 5 و7 انت اختصرتهم ل 12. طيب لو خدت ده مع ده فانت كده 25، تمام، كان معاك 3 ارقام اختصرتهم لرقم واحد في الاخر، فانت بتقعد تمرج كده الفايلات مع بعض لحد ما يوصل لك فايل واحد. اول ما يوصل لك فايل واحد خلاص بتقف وبتقول لي الكوست بتاعك وصل كام. احنا انترستد ان الكوست ده يبقى اقل ما يمكن، تمام. طب ازاي اصلا بنعمل ميرج؟ هو الطريقه الكريتيريا اللي شغالين بيها اسمها 2 ام بي، 2 ميرج باتن، تمام. يعني انت في الستيب الواحده تقدر تعمل ميرج الرقمين بس، ما تقدرش تعمل اكتر من كده. يعني انت في وان ستيب مثلا اخترت تعمل ميرج الاثنين والثلاثه او الاثنين والسبعه او الاثنين والخمسه، اي رقمين مع بعض. لو اخترت مثلا الاثنين والثلاثة، ولنفرض هنا مثلا دي ال تي سي توتال كوست، تمام، ولنفرض انت عملت ميرج بين الاثنين والثلاثة، انت هتحتاج 5، هتحتاج مثلا فايل مساحته 5 جيجا علشان تعمل ميرج بين الاثنين والثلاثة، فانت التوتال كوست محتاج 5 جيجا لحد دلوقتي. كان معاك فايلين اثنين وثلاثة اختزلتهم في واحد اسمه 5، فايل مساحته 5 جيجا، فزودت الكوست، تمام. دلوقتي معاك فايل جديد مساحته 5 وبقية الفايلات اللي دي 5 و7 و13 و9. ولنفرض مثلا انا عايز امرج الخمسة ده بالتسعة دي، تمام، هيتعمل لهم ميرج في واحد جديد السايز بتاعه 14 جيجا مثلا ايا كان الريبريزنتيشن، فانا ازود التوتال كوست ب 14، تمام. لاحظوا ان الريزلتنت فايل ده ملوش علاقة بالكوست خالص، يعني هو مساحة اخر فايل ده بيبقى مجموع الحاجات دي، لكن التوتال كوست بيبقى غير كده. يعني احنا في الاول احتاجنا فايل مساحته 5، وبعد كده احتاجنا واحد مساحته 14، ف 5 زائد 14 الكوست لحد الان ب 19، ملهاش علاقه باخر فايل انا وصلت له، تمام. انا كان معايا 3 ارقام اختصرتهم لرقم واحد اللي هو ال 14، انا عايز اقل كوست. طيب ممكن نشوف مثال صغير. مثلا هو اصلا هل ترتيب ان انا اخد الفايلز مع بعض ده بيفرق ولا لا؟ طيب تعالى نشوف تيست كيس صغيره، مثلا 3 فايلات بس، الاول مساحته جيجا، التاني 2 جيجا، التالت 3 جيجا، تمام. وهنا مثلا التوتال كوست اللي انا بعد فيه، لو انا اخترت امرج الاتنين دول مع بعض 2 ب 3 هيديني فايل مساحته 5، فانا هحتاج فايل مساحته 5 جيجا عشان امرج الاتنين دول مع بعض. كده متبقى لي فايلين بس، الواحد ده والخمسه دي، انا خلاص استخدمت الاتنين والتلاته. طيب امرج بقى الواحد بالخمسة، فانا هحتاج هيطلع لي فايل مساحته 6 جيجا، فانا هحتاج فايل مساحته كمان 6 جيجا عشان امرج الاتنين مع بعض، فيبقى كده 5 زائد 6 كده التوتال كوست ب 11، تمام. طيب تعالوا نجرب طريقة تانية او ترتيب تاني مختلف عن اللي احنا عملناه، هما كانوا 1 2 3. لو انا همرج الواحد بالاتنين الاول فهيطلع لي فايل مساحته 3، فالتوتال كوست اللي هنا توتال كوست 3، طلع لي فايل جديد 3 ومعايا فايل قديم ب 3، اعمل لهم ميرجنج ب 6، تمام. احتاج
فايل مساحته 6 جيجا. تمام كده خلاص، انا ما عملت ميرجنج لكله، كانوا 3 فايلات بقوا فايل واحد مساحته 6، فالتوتال كوست بتاعي 3 زائد 6 اللي هي ب9. طبعا 9 اقل من ال11، فكده الترتيب بيفرق. ما انا عايز اصلا المينيمم، المينيمم سولوشن او الاوبتيمال سولوشن بالنسبه لنا اللي هو المينيمم. نحل دي ازاي؟ كان في الفيديو اللي فات بروبلم اسمها السمولست سم. لو انا مثلا عندي ارقام مجموعه اريوف نمبرز، وبسالك مثلا انا عايز رقمين بحيث مجموعهم يكونوا اقل ما يمكن في الاري دي، فانت بديهي جدا هتختار اقل رقمين. يعني لو مثلا ارقام من 1 لـ5 وانا بقول لك عايز رقمين مساحتهم سوري مجموعهم اقل ما يمكن، كده تقول لي الـ1 والـ2 عشان اصغر رقمين. تمام، فنفس الكلام هيتعمل في الـ على البروبلم دي. احنا كل مره بنختار فايلين نعمل لهم ميرجنج، صح؟ فعلشان نجيب الاوبتيمال سولوشن كل مره نختار اصغر فايلين نعمل لهم ميرجنج. تمام، فهنحتاج ننقي اصغر فايلين كل مره. فممكن نبدا من الاول كده ان احنا نعمل سورت للفايل دي. يعني دي كانت الفايلز 5 7 13 2 3 9، عملنا لهم سورت هنا. تمام، انا شغال 2 ام بي، يعني انا في الستيب الواحده اخر اعمل 2 ميرجنج بس. لو كانت 3 كنت هختار اصغر 3، لو كانت 4 كنت هختار اصغر 4. طب هي 2، فانا هختار اصغر 2 اعمل لهم ميرجنج. اصغر 2 عندي كده الاثنين والثلاثه، فهعمل لهم ميرجنج في فايل مساحته 5. التوتال خلي هنا التوتال كوست اهو، فكده انا احتجت 5. لحد دلوقتي انا الكوست بتاعي 5. طيب معايا فايل جديد وبقيه الفايلات. تمام، اختار اصغر فايلين، اصغر مساحتين 5 و5، اعمل لهم ميرجنج، بيبقى كده ب10. التوتال كوست بتاعتي زادت 10 لان انا جمعت فايلين 5 في 5. طيب دلوقتي عايز اجيب اصغر فايلين برضو اعمل لهم ميرجنج. اصغر فايلين طبعا الـ7 والـ9. تمام، الـ7 والـ9 اصغر فايلين. خلي بالكم الخمسه دي يعني اعمل لها ميرجنج مع الخمسه دي فخلاص استخدمت. نفس الكلام والـ2 والـ3. الـ10 لسه ما تعملهاش ميرجنج مع حد، فاصغر فايلين لحد دلوقتي الـ7 والـ9، فهعمل لهم ميرجنج ب16، فيبقى زودت التوتال كوست ب16. طيب دلوقتي اروح ادور على اصغر فايلين برضو، مين اصغر فايلين 13 وال10، اعمل لهم ميرجنج هنا 23، فالكوست بتاعتي هتزيد ب23. تمام، لسه انا كده معايا فايلين لحد ما خليتهمش فايل واحد اللي هم 16 و23، فهبدا اعمل لهم ميرجنج بقى ان هم اصلا فايلين بس، واكيد طبعا هم اصغر 2، فهعمل لهم ميرجنج كده مثلا 39 تقريبا، 39. فكده انا وصلت الفايل واحد، خلاص انا خلصت ميرجنج. كان التارجت اصلا ان انا اميرج الفايلات دي في فايل واحد بمينيمم كوست. خلاص كده انا ده كده المينيمم كوست بالنسبه لي السميشن، طبعا 5 زائد 10 زائد 16 زائد 29 زائد 39، فهو ده المينيمم سولوشن. بس هي دي فكره الاوبتيمال ميرج باترن. طبعا مثلا ولنفرض ان كان البروبلم عندنا 3 ام بي مثلا. تمام، فانا كنت اختار اصغر ثلاث فايلات اعمل لهم ميرجنج. دي تقريبا ما اتقالتش في المحاضره بس هي عموما يعني عشان اعرفها. لو هما 3 ام بي انت بتختار اصغر 3 تعمل لهم ميرجنج، بعد كده تختار اصغر 3 برضو تعمل لهم ميرجنج اللي هيبقى الـ7 والـ9 والـ10. تمام، وطبعا نلاحظ حاجه او نلاحظ حاجتين، كل ما الرقم ده بيزيد كل ما نوع الام بي بيزيد هتلاقي ان الاوبتيمال سولوشن بيقل، ان انت بتجمع ارقام كتيره كلها مره واحده. طب دول 6 ارقام، ولنفرض مثلا انها كانت 6 ام بي، كانت التوتال كوست بتاعنا هيبقى ان انا اخد الـ6 ارقام دول مع بعض، لانها قادره في الستيب الواحده اخد 6، فكان هيبقى التوتال كوست ان انا اخد كل المجموعه الارقام دي كلها اللي هو كان هيبقى ب39 اللي هو مساحه اخر فايل حتى. فاول ملاحظه ان كل ما نوع الام بي بيزيد هتلاقي الاوبتيمال سولوشن بتاعك بيقل، وده بالنسبه لك احسن. تاني حاجه طبعا لو هو مديك فايل واحد بس، لو هو مديك فايل واحد مثلا مساحته 7، فانت التوتال كوست بتاعتك اكيد هتبقى بزيرو، انت مش هتعمل ميرجنج اصلا بحاجه،
هو جاهز، هو فايل واحد اصلا، مش محتاج تختزل الفايلات. طيب لو كانوا مثلا فايلين مثلا 2 و3، فانت الاوبتيمال سولوشن هيبقى اكيد مجموعهم 2 و3، هيبقى الاوبتيمال سولوشن ب5 وهكذا. انا حبيت اوضح بس اللي هو الديس كيسز او الحالات اللي في الاول يعني، اللي بس كده. ده دي فكرة الاوبتيمال ميرج باترن. لو حد محتاج اي حاجة وهو واقف مع حاجة يا ريت يكلمنا شباب.